خير مشاهدينا، وبيتجدد اللقاء على مدى ساعتين كالمعتاد كل يوم في برنامج هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار، ومعانا أيضا كالمعتاد مجموعة من الحوارات واللقاءات وجولة في آخر المستجدات من الأخبار. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير منى، صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة موضوعاتنا متنوعة ومختلفة ومواكبة للأحداث الجارية. الحقيقة مبادرة الرئيس الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى المواليد أو حديثي الولادة مبادرة مهمة جدا، وإزاي بتبين أنه في اهتمام من الدولة بصحة الإنسان المصري، وزي ما مبادرة علاج فيروس سي نجحت وأصبحت نموذج يحتذى به الحقيقة إقليميا ودوليا، إن شاء الله هذه المبادرة تنجح، وحتنجح من خلال التجاوب معاها والمشاركة من الأباء والأمهات علشان يطمنوا على ولادهم وهم لسه حديثي الولادة في بداية يعني عمرهم. ده مهم جدا انه يبقى فيه اطمئنان على ضعف السمع، لانه ابهات كتير او امهات كتير ما بيكتشفوش ده غير بعد فترة، وبيكون العلاج متأخر بقى اصعب من لو كان بدري. تمام. وعندنا ايضا حوار اخر مع اصغر محترف كرة قدم مصري بالولايات المتحدة الامريكية، واكيد عندنا اسئلة كتيرة جدا عايزين نسألها له ونتعرف عليه اكتر، هيكون ده في خلال حوار في هذا الصباح. لكن نبتدي يومنا كالمعتاد بمعرفة أحوال الطقس، ولعل وعسى يبقى في أي انخفاض في درجة الحرارة نعرف من دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير أستاذة منى وأستاذ أحمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني المفروض إن إحنا في بداية شهر 9 بقى سبتمبر، معروف إنه بيبقى فيه اعتدال شوية في الجو، لكن لغايه دلوقتي ما حسيناش بده فعليا، يعني هل ممكن مثلا خلال الايام اللي جايه يبقى في تحسن؟ هو فعلا بدا يبقى في تحسن في الاحوال الجويه، وانخفضت درجات الحراره بحوالي درجتين تقريبا، والمتوقع ان هي تنخفض تدريجيا خلال الفتره الجايه ان شاء الله. فهي دلوقتي بتتراوح ما بين 33 و34 درجه، ده بانخفاض بحوالي درجتين عن الاسبوع الماضي. نقدر نقول ان الجو بيكون معتدل تماما على السواحل الشماليه، لكن ما زال مائل للحراره على الوجه البحري والقاهره، وشديد الحراره على جنوب البلاد. طبعا الظاهره اللي احنا بنحذر منها في الفتره دي هي الشبوره المائيه اللي بتكون موجوده في الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعيه والصحراويه وايضا الطرق القريبه من المسطحات المائيه، وبننصح بالقياده بهدوء على الطرق. الرياح ما زالت معتدله على معظم الانحاء، بتنشط فقط على جنوب سيناء عند شرم الشيخ والغردقه. نسبه الرطوبه طبعا ما زالت مرتفعه، وده اللي مش محسسنا قوي بانخفاض درجات الحراره، لكن ان شاء الله يعني بدايه من الاسبوع المقبل يبقى في تغير واضح في نسبه الرطوبه وفي درجات الحراره. هي الرطوبه اكتر حاجه يا دكتور يعني محسسانا بدرجه الحراره. الرطوبه العاليه، ففعلا لسه ما حسيناش قوي ان في انخفاض في الحراره. صحيح. طيب درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاي أو يعني النهاردة؟ النهاردة القاهرة 34 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 31، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 36، جنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 40 ل 41، شرم الشيخ والغردقة 37 درجة. إن شاء الله يعني الأيام القادمة يعني يبقى في انخفاض بحوالي درجة مرة أخرى، والأسبوع المقبل إن شاء الله يكون في تغيير في الأحوال الجوية. تمام، شكرا ليكي دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. العافيه. وخلينا نبتدي معاكم يومنا بالرياضه ونشوف فقره ايروبكس، وبعدها نرجع على طول نبتدي معاكم تقارير. صباح الخير عليكم. النهارده هوريكم ازاي تسخنوا قبل التمرين. اول حاجه هبدا بالشولدر، هعمل شولدر سيركمدكشن بالشكل ده. ممكن اصعب التمرين شويه ان انا اقف على رجل واحده، صعبه اكتر ان انا اشتغل بايديا الاثنين. تاني حاجه هشتغل على الالبو جوينت بالشكل ده برضه. لو عايز اصعب التمرين شويه هبدا ان اقف سنجل ليج بالشكل ده. تالت حاجه هشتغل على الريست رابع حاجه هشتغل على العمود الفقري السباين، هبدا ان انا انزل بالشكل ده وارجع تاني واقف
تالت حاجة معانا هشتغل على الهيب جوين هيب سيركمدكشن بالشكل ده. ما ينفعش ابقى واقف وسطي يلف كده او ركبتي تبقى مفروض على الاخر بالشكل ده عشان ما يحملش على اللور باك. بعمل اوتسايد وانسايد، بعد كده بعمل هيب فليكشن، بعد كده ابدكشن، بعد كده كيك باك. بعمل كل الاكسرسايز دي 3 ست من 10 ل 15 ريب. التمرين اللي بعده اشتغل على الني والانكل بالشكل ده. التمرين اللي بعده بيشتغل على الانكل سيركمدكشن اوتسايد لبره والجوه. بعد كده بشتغل سباين موبيلتي، بنزل اقعد ديب سكوات بالشكل ده، بثبت ايد ليا على الارض، بعد كده ببدا ايدي دي تبص للسقف، حرك عينيا معاها. التمرين اللي بعده هيب موبيليتي. التمرين ده مهم جدا علشان الهيب ده القاعده اللي بيقعد عليها الجسم كله، فلازم يبقى فيه موبيليتي علشان ما يبقاش بيحمل على اللور باك في يومك الطبيعي، سواء بتقعد كتير شغلك فيه مكتب، سواء انت بتتحرك كتير او بتمشي كتير شغلك فيه مجهود. ده مركز الجسم لازم تقويه كويس وتهتم ان انت تعمل اكسرسايز ليه بصوره يوميه. سبع تمرين معانا ده. اخر تمرين معانا موبيليتي بالشكل ده. وده الليفل الاقل في التمرين ده. وبكده نكون انتهينا من الورم اب اللي هو التسخين او التسخين قبل التمرين. تابعوني الحلقه الجايه. تقارير المراسلين وأهم الأخبار. نبتدي بخبر عن اختتام مسابقة القاهرة تبتكر اللي اختتمت فعالياتها الأخيرة بتكريم 6 علماء حصدوا جوائز المسابقة اللي بتتراوح قيمتها من 50,000 جنيه ل 300,000 جنيه. المسابقة بتقام تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي ودي نسختها الثانية، والأكاديمية بتقدم دعم مادي للمبتكرين حتى الوصول إلى المنتج النهائي. فرصة جديدة لأصحاب الأفكار المبتكرة وفرتها مسابقة القاهرة تبتكر في موسمها الثاني، وكان المركز الأول من نصيب أحد المبتكرين في بحث يدور حول تحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية، حاصلا بذلك على جائزة قدرها 300,000 جنيه. إحنا ابتكارنا عبارة عن محطة تحلية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية. احنا قدرنا نشغل المحطة تعمل بالطاقة الشمسية، وقدرنا كمان نصنع الإليمنت الخاص بالمحطة وضوء النهاوي واللي معظم يعني عدد قليل جدا من الدول الأوروبية هي اللي تمتلكه. الكل فائز النهاردة. احنا بنعمل يعني طريقة جديدة لنشر ثقافة العلوم والتقنية والابتكار ودعم الابتكار والمبتكرين وتسليط الضوء عليهم. عايزين نشوف زي ما انتم شايفين الأعداد الكبيرة جدا من الشباب المتميز الرائع دهوت، إن احنا مجتمع فعلا يعني بيهتم بالبحث العلمي، بيهتم بالابتكار، بالمبتكرين. خلال المسابقة وصل إلى النهائيات 6 علماء في مختلف المجالات، حيث تتراوح الجوائز المالية التي حصلوا عليها من 50,000 جنيه للمركز السادس حتى 200,000 جنيه للمركز الثاني. هو جهاز بيستخلص المواد الفعالة من النباتات فونستم، هي تكنولوجيا جديدة احنا بنعملها بقالنا 4 سنين شغالين عليها، عملنا كذا
تكنولوجي بكذا فيرجن بكذا جهاز، بحيث ان احنا نقدر نستخلص المواد الفعاله من النباتات في خطوه واحده، سواء بقى اللي احنا بنطحن نستخلص نفلتر ونبخر ونبدا نحاول الماده الفعاله دي نطلعها ندخلها كمندك على طول، والنباتات نفسها نبدا نستغلها والجهاز نفسه يحولها لاسمده. الخطوه اللي بعد كده هو التطوير طبعا، لان الابتكار بيبقى عباره عن فكره خاضع للتطوير بشكل مستمر لكي يخدم التطورات اللي بتواكبها اي تكنولوجيا. فصناعه الغذاء كل يوم بيبقى فيها تطور، فاحنا هنا بنبدا نعمل تطوير بشكل مستمر للابتكار الى ان يصل فعلا الى التطبيق الفعلي على ارض الواقع اللي هو يقدر يخدم قطاع كبير قوي من المستهلكين. اكاديميه البحث العلمي القائمه على المسابقه اكدت ان النسخه الثالثه منها ستكون الجوائز الماليه مضاعفه عن النسخه الحاليه، بالاضافه الى مساعده كافه المبتكرين في تنفيذ اختراعاتهم في كل من تقدموا الى المسابقه وليس الأوائل فقط. أكثر من 700 ابتكار في عدد من المجالات المختلفة كانت حصيلة مسابقة القاهرة تبتكر، في مؤشر على أن البحث العلمي أصبح اتجاها للدولة كونه قاطرة التنمية وتشجيعا للشباب على الإبداع. رمضان المطعاني، النيل. باتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة من الاتحاد الأفريقي يقام مهرجان أوسكار للإبداع الأفريقي. المهرجان أو الأوسكار ده بيهدف لدعم المواهب الإفريقية والتعامل مع التحديات الكبيرة اللي بتواجهها مختلف الثقافات والفنون الإفريقية. لأن الموسيقى والفنون أسرع الطرق المؤثرة للاتصال بين الشعوب، أطلقت وزارة الشباب والرياضة جائزة أوسكار الإبداع الإفريقي بمشاركة العديد من الدول الإفريقية، والذي تستمر فعالياته لمدة 10 أيام. يعتبر أوسكار الإبداع من أكبر المهرجانات اللي معمولة، لأنه هو مهرجان تسابقي، والحمد لله وإحنا في حفل الافتتاح النهاردة معنا 29 دولة مشاركة من أفريقيا، معنا الاتحاد الأفريقي شريك لينا في الاحتفالية، وأول حدث نفذه بالشراكة مع الاتحاد. الأوسكار الذي يأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتنافس فيه العديد من دول القارة، حيث يقدم الشباب إبداعاتهم في مجالات الأفلام القصيرة والعزف الفردي والتصوير الفوتوغرافي. طبعا مشارك في أهل الصور الفوتوغرافية من قارة أفريقيا، قارة أفريقيا طبعا غنية بكل مواردها. يا مصر ياهم ياهم علي درب واحد ساير يتخطاهم، شرطة وجيش وشعب يام حلاهم متماسكين، ما منهم تجيك خيانة، كسارين من غادي يخشون معداهم، منين المنحس ولا عني رينا، احسي وطننا قصرا عليه خطاهم، الحاقدين ما نالهم غيري هنا. أنا سولت فيديو من أوغندا، أنا سولت عن كارتشاب أوغندا، عن ناس بيشغل زي ناس بيلبس زي كده، دي يعني دي اللبس دي بتاعت أوغندا. وخلال حفل الافتتاح الذي حضره فنانون وموسيقيون، قدم الشباب أغاني لعمالقة الفن المصري، مما خلق حالة من التفاعل بين الجمهور المصري والإفريقي. يهدف أوسكار الإبداع الإفريقي الذي يتم في إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم وإبراز المواهب الشبابية لتوطيد العلاقات بين جميع الدول الإفريقية. انطلاق أول حدث ثقافي يحتضن شبابا لدول القارة الإفريقية يؤكد حرص مصر على مد جسور التعاون وإثراء حالة التنافس في مجالات الإبداع المختلفة. محمد الخطيب، النيل. مصممة مصرية ومهندسة بتهدف إلى توسيع استخدام منزل جديد في مصر مستخدم أو مستدام ويستخدم في طريقة بناء صديقة للبيئة. رضوى رستم مديرة إحدى الشركات اللي بتهدف لتعزيز طريقة البناء اللي بتستخدم المواد الطبيعية، وعملت مع منظمات مجتمع مدني عديدة دولية، وهذه المنظمات معنية بالتنمية المستدامة وإزالة الغابات، قبل سفرها إلى الهند وحضرت ورشة عمل حول الهندسة المعمارية. وبعد العودة لمصر أوائل عام 2016 حددت رضوى مهمتها لتعزيز البناء المستدام في مصر.
الحقيقة إنه على مدى السنين الثلاثة اللي فاتت رضوى روستوم تفرغت من خلال شركتها وعبر توقيع اتفاقيات مع هيئات حكومية مختلفة ومع منظمات غير حكومية بترغب في بناء مرافق صديقة للبيئة في جنوب سيناء وكذلك في صعيد مصر. وفريقها دلوقتي بيعمل على إنشاء مباني الخدمات والمكاتب الإدارية في محمية بتديرها الحكومة على البحر الأحمر في جنوب سيناء. في الوقت اللي بيهيمن فيه الأسمنت والصلب على الإنشاءات الحديثة بتتذبذب أسعارهم وبينتج عن تصنيعهم انبعاثات كربونية كبيرة. وطبعا يعني رضوى بتعترف بأنه لا يمكن استخدام طريقتها في المباني الشاهقة أو المنشآت الصناعية لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن بتقول ممكن استخدام كميات صغيرة من عوارض الخرسانة المسلحة أو الأسمنت لدعم البناء عند الضرورة. نروح لمكان آخر أيضا بيشجع كل الممارسات الهادفة لحماية البيئة. مصنع في مقديشيو يحول نفايات البلاستيك إلى بلاط أسطح متداخلة بعد معالجة المواد البلاستيكية، يتم وضعها في آلة تحولها إلى بلاطات متداخلة عازلة للأسطح. لكن ليس كل ذلك كل شيء في المصنع، المصنع أيضا بيوظف نازحات أجبرتهن السنوات من الجفاف على الفرار. يعني المصنع بيهتم بتحويل نفايات البلاستيك اللي هي مضرة جدا لحاجات مفيدة، وفي نفس الوقت بيوظف عاملات نازحات. المصنع ده قريب من مخيمات اللاجئين، وبالتالي هم مش هيروحوا بعيد بحثا عن العمل. والنساء اللي بيشتغلوا الماكينات بياخدوا أجر أفضل. الحقيقة أن كل صباح عشرات السيدات بيخرجن بحثا عن فضلات ومخلفات البلاستيك، سواء بقى زجاجة المياه البلاستيكية الفارغة أو مثلا الجرائد أو الدلاء المكسورة أو العبوات القديمة من مكب النفايات، ليس ببعيد عن المصنع، وبيتقاضوا مبالغ مالية مرضية نتيجة لهذا العمل الشاق. أصبح من الممكن للسياح حاليا تجربة الحياة على كوكب المريخ في رحلة مماثلة للرحلة إلى الكوكب الأحمر، وده بفضل ما يسمى محطة أرس الخاصة بوكالة أسترولاند اللي تحاكي بيئة كوكب المريخ في كهف بشمال إسبانيا. علماء ومهندسون معماريون عملوا على تحويل الكهف اللي بتبلغ مساحته حوالي 1.5 كيلومتر مربع وارتفاعه 60 متر لمستعمرة بشرية تماثل تلك التي ستكون ضرورية للحياة على المريخ. بيقول المنظمون إن الافتقار لوجود غلاف جوي وانخفاض درجات الحرارة بشكل هائل ووجود أشعة كونية على المريخ يماثل مجتمعات جديدة ستكون على الأرجح تحت الأرض. المشاركون في التجربة بيخضعوا لدورات تدريب عبر الإنترنت لمدة 26 يوم، إضافة إلى تدريب مكثف قبل ما يدخلوا الكهف لمدة 4 أيام. خلال فترة إقامتهم المشاركين بيعملوا جولات سير في الفضاء على غرار يعني مثلا سقوط وانعدام الجاذبية ومحاكاة الشعور بانعدام الوزن، بيتعلموا ازاي يناموا او ازاي ينموا الطعام في مختبرات متخصصة. ممكن انه يشارك 10 اشخاص على الاكثر في المهمة الواحدة، وطبعا السعر الحقيقة مش قليل، حوالي اكثر من 6000 يورو للشخص الواحد، يعني حوالي 6500 دولار او 6600 دولار. ورغم كده لكن في إقبال الحقيقة من المستكشفين اللي بيرغبوا في محاكاة الحياة على كوكب المريخ. مش عارف الحقيقة إن الناس شغلة نفسها بأنها تعيش على كوكب المريخ، مش ما يعيشوا على الأرض، يعني مشكلة. ناس تدفع مبالغ كبيرة جدا عشان تروح الرحلة دي، يعني أنا مش عارف ده زهق ولا مغامرة ولا لا فلوس غالبا، يعني في ناس معها فلوس مش عارفة توديها فين. طيب نروح لخبر تاني بيسود الترقب حاليا سواحل ولاية فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية مع اقتراب إعصار دوريان الشديد اللي اجتاح جزر البهامز. طبعا احنا عارفين انه امريكا دايما معرضة لأعاصير ورياح شديدة جدا، وبيبقى فيه استعدادات خاصة قبل كل إعصار بقوة معينة. طبعا أنا سمعت كمان هم طلعوا المساجين علشان يساعدوا في نقل الرمل قدام البيوت علشان يستعدوا لإعصار دوريان. نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أكد اتخاذ السلطات المحلية احتياطاتها لتأمين
19 مليون شخص في المناطق المعرضة للإعصار. هنشوف تفاصيل أكتر عن استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لإعصار دوريان في التقرير اللي جاي. مع اقتراب إعصار دوريان المدمر من السواحل الأمريكية، أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ بولاية جورجيا لتنضم إلى 3 ولايات أخريات هي فلوريدا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية. جاهزون بالموارد وننسق تماما مع المسؤولين على المستوى المحلي والولايات. الإعصار لا يزال عاصفة من الدرجة الرابعة لكنه خطير. رسالتنا للأمريكيين وكل أولئك الموجودين على مسار هذه العاصفة، استمعوا إلى مدير الطوارئ بالولايات والمحليات وانتبهوا للتحذيرات واتخذوا الخطوات الضرورية والاستعداد لأي شيء. وبحسب الصليب الأحمر الأمريكي يعيش 19 مليون شخص في مناطق يمكن أن يطالها الإعصار، بينما قد يحتاج إلى ما يصل إلى 50,000 شخص في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية إلى ملاجئ بشكل طارئ. وفي مستوى غير مسبوق في تاريخ منطقة الكاريبي بلغت سرعة رياح الإعصار 300 كيلومتر في الساعة مع هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في دمار كبير في جزر البهاما قبل أن يتراجع إلى الفئة الرابعة وهو في طريقه إلى السواحل الأمريكية. وفي تقييم أولي للأضرار قامت به السلطات ومسؤولون من الصليب الأحمر على الأرض، تضرر أو تدمر نحو 13,000 مبنى، كما خلف الإعصار أضرارا بالغة في جزيرتي أباكو وبهاما الكبرى من بين 700 جزيرة يضمها أرخبيل البهاما. وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأمريكي يعادل الإعصار دوريان بقوة أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي وذلك في عام 1935. لا الخبر ده. في واقعة غريبة من نوعها اصطحبت سيدة حصان صغير معها أثناء صعودها للطائرة في أحد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية. إزاي سمحوا لها صح أنها تدخل المطار أصلا؟ مش عارف، ممنوع اصطحاب الحيوانات يعني، أنا مش عارف. طيب عموما يعني واضح أنها واقعة طريفة جدا وأثارت حالة من التوتر بين الركاب اللي فوجئوا أن في حصان قاعد معاهم في الطيارة، ولأن طبعا المطار مش مكان لاصطحاب هذه الأنواع من الحيوانات. طبعا سلطات المطار واجهت السيدة بهذه الواقعة لكن ردت عليهم رد غريب قوي، قالت لهم أنا بحس بالطمأنينة لما بشوف الحصان الصغير ده قريب مني. مش عارفة الحقيقة. يعني كل واحد بقى ياخد معاه اي حاجه تحسسه اي حاجه تحسسه ايا كانت. طيب، اقلعت سفينه سياحيه من مدينه جرينويتش بالعاصمه البريطانيه لندن، بينما تسعى الشركه المالكه للسفينه لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعه جينيس للارقام القياسيه. أطلقت على الرحلة اسم Ultimate World Cruise، بتستمر لمدة 245 يوم متواصلة وبتستمر أو بتمر عبر 6 قارات بين 51 دولة وحترسوا في 11 ميناء، وحتقل على متنها 930 راكب على مدار 8 أشهر كاملة. الركاب بيقضوا رحلتهم في 23 مدينة. يعني الحقيقة طبعا رحلة واضح أنها عايز حد متفرغ عنده وقت ويعني عايز يلف العالم يعني. بالظبط. خبر آخر عن نجاح مخترع بريطاني يدعى ريتشارد براونينج، نجح في تسليم خطاب إلى جزيرة وايت باستخدام بدلة تعمل بالطاقة النفاثة اللي يمكنها عبور مسافات شاسعة. البدلة دي واضح ان هي زي اللي بنشوفها في افلام الخيال العلمي، فيها 5 توربينات غازية بتنتج اكتر من 1000 حصان للطيران، يمكن انها تصل سرعتها الى اكتر من 55 ميل في الساعة. واحدى شركات تكنولوجية طورت هذه البدلة وحصلت على براءة اختراع في وقت سابق من هذا العام، وطبعا وصفت بانها الاولى من نوعها في العالم في مجال البدل النفاثة.
والله كويسه دي، الواحد بيروح ليها الشغل بعد كده عشان الزحمه. النهارده عندنا اخبار غريبه جدا، ست داخله المطار بحصان وواحد وصل يعني جواب ببدله، وعلى طول اهو طاير فوق الارض، ويعني لو لقيت الطريق واقف تلبسيها توصلي. هي فكره فعلا. طيب اخبار حدائق الحيوان والباندا في برلين، اعلنت حديقه حيوانات برلين امبارح عن ولاده اول صغيرين لباندا عملاقه في المانيا. عارفين ان الباندا طبعا موطنها الصين، لكن المره دي في المانيا، والام اسمها مينغ مينغ، وبتعتني جيدا بالتوأمين اللي لا يشبهان الابوين بفرائهما الابيض والاسود. عادة ما تعتني حيوانات الباندا اللي بتنجب توأمين بصغير واحد، طبعا ده خلى الحديقة يعني تقوم بمساعدة الأبوين برعاية الصغيرين وتستعين بخبراء من قاعدة تشينغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة بالصين. احنا عارفين ان الصين هي موطن الباندا، وفي اهتمام عالمي بالحفاظ على الباندا من الانقراض، عشان كده بيكون في احتفاء كبير جدا بولادة اي حيوان جديد في اي حديقة في العالم، لأنه ده بيساعد على يعني المحافظة على نوعية أو وجود الباندا في الأرض. الحياة شكلهم هم صغير يعني لطيف جدا. يعني ما تتخيليش ان دول هيكبروا يبقوا بالحجم ده بعد كده، يعني سبحان الله فعلا. طيب دايما بيكون عندنا ايضا اخبار صحيه، يعني بنحب نقول نصايح كده في بدايه اليوم. اكيد كلنا عارفين انه اضطراب النوم سواء كان اضطراب مؤقت او مزمن بيأثر على الجسد وبيؤدي الى حاجات كتير قوي سلبيه، قله الطاقه، فقدان التركيز، الاحساس بالاعياء. لذا كشف موقع هيلث عن نصائح لتحسين النوم والتغلب على الارق. من ضمن النصايح مثلا طبعا عدم الاستيقاظ في وقت متأخر صباحا، حتى إذا كان الشخص يشعر بالنوم أو بالرغبة في النوم من الأفضل أنه يبتدي يومه مبكرا للحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية لجسمه. ومهم كمان أنه يستيقظ مبكرا عشان يتعرض لضوء النهار الطبيعي بقدر الإمكان، لأن ده بيحسن مستويات السيروتونين عنده وبيجعل الإنسان يشعر بمزيد من النشاط في النهار. كمان عدم الإفراط في تناول الطعام، لأن النوم المضطرب بيعمل مشكلة في عملية التمثيل الغذائي لدى أي إنسان، وبيخليه يرغب في الإفراط في تناول الطعام وعدم ممارسة الرياضة، وبالتالي قلة النوم عامل خطر آخر بيساهم في زيادة الوزن. تناول الكافيين لكن بدون مبالغة، لأنه الكافيين بيعطي دفعة طاقة مؤقتة، ورغم كده من المهم أنه تكون في جرعة كافيين في وقت مبكر من اليوم لإعطاء الطاقة اللازمة. دي كانت مجموعة من الأخبار وتقارير المراسلين بدينا بيها معاكم يومنا في هذا الصباح. نشوفكم بعد أخبار رياضة مع زميلة عبير شوشة واستعراض لأبرز منشطات صحف القاهرة صادرة صباح اليوم. خليكم معنا.